نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا برنامج إطعام الجائعين الفقراء المحتاجين للتبرعات من دولة قطر. برنامج أسبوعية بعد كل جمعة وبتنفيذ مركز توحيد والدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم الإسلام دينه الوحيد. فصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.